في الشأن السوداني، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان أكد على حرص مصر على أمن السودان وعلى دعم وحدة الصف السوداني وتسوية النزاع القائم. كما أكد السيسي على استمرار مصر في الاطلاع بدورها لتخفيف الآثار الإنسانية للنزاع على الشعب السوداني. وأشار المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية إلى أن اللقاء شهد استعراض الجهود الرامية لتسوية الأزمة الجارية بما يضمن استعادة الاستقرار في السودان. ومن القاهرة ينضم إلينا مراسلنا سمير عمر لمزيد من رصد هذه الزيارة والرهانات عليها كذلك، خاصة بالنسبة للتطورات الأخيرة في هذا الملف. يعني إيمان، هي زيارة قصيرة لكنها في غاية الأهمية، إذ غادر بالفعل رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان القاهرة ووصل إلى بورت السودان، وبعد لقائه بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي استقبله في المطار قبل أن يعقد معا قمة في قصر الاتحادية بالقاهرة. وفقا لما أصدرته الرئاسة المصرية من بيان، وفقا لما أكدته لنا مصادر مصرية وسودانية مشتركة، فإن هذه الزيارة الهدف الأساسي منها مناقشة التطورات على الأرض وإرسال رسالة واضحة إلى موقف القاهرة الداعم للمؤسسات السودانية، الرافضة لأي مساس بوحدة التراب السوداني، أيضا الرافضة لأي مساس بمقدرات الشعب السوداني، والتي تؤكد كذلك على استمرار القاهرة في تقديم كافة أشكال الدعم الإنساني المطلوبة لإبناء الشعب السوداني. على الجانب الآخر، هو أيضا كانت هذه الزيارة فرصة لإعادة التأكيد على جهود مصر الرامية إلى وقف الاقتتال، باعتبار أنه بعد 10 أشهر من اندلاع هذا النزاع في 15 إبريل الماضي لم يحرز أي من الطرفين نصرا على الأرض، ومن ثم فإن فكرة الحسم العسكري أي من الجانبين ليست مطروحة، ومن ثم فالسبيل الوحيد هو التوصل لاتفاق يجنب السودانيين استمرار هذه المأساة، وأيضا يجنب السودان أي آثار سلبية على تماسكه وثرواته وحياة شعبه. في هذا السياق، القاهرة كانت قد أعلنت منذ اليوم الأول إلى أنها تنخرط بشكل فعال مع أي جهد لوقف الاقتتال، تنخرط بشكل فعال مع أي جهد إقليمي أو قاري أو دولي لإنهاء هذا النزاع في السودان، ودعت في يوليو الماضي إلى اجتماع لدول جوار السودان، وقدمت آلية للمتابعة عبر وزارة خارجية هذه الدول الذين اجتمعوا في القاهرة، وواصلت مسعيها في هذا السياق. البعض يرى أن هذه الزيارة ستكون تمهيدا لمرحلة جديدة من الاشتباك المصري مع الملف السوداني، بغية أولا العمل على وقف القتال الداخلي، ثانيا الحفاظ على مقدرات الشعب السوداني، ثالثا دعم مؤسسات الدولة السودانية، ودفع جهود تهدئة الأمور والتوجه نحو حل سياسي يجنب السودانيين مزيدا من إراقة الدماء وخسارة ثروات الشعب السوداني. شكرا جزيلا لك سمير عمر على هذه المتابعة، مراسلنا من القاهرة.